هنعمل النهارده بقى معانا شويه مكرونه باقيه على شويه فراخ باقيه مش عارف ايه بتاع، هنعمل برضو حاجه لطيفه. خلينا شويه الفراخ الباقيين عندنا. طبعا هنا ممكن نحط صدور وممكن نحط وراك وممكن نحط الاثنين مع بعض. انا بس ايه هنكسر الدنيا كده شويه. تمام، يلا بزياده بزياده يا عم. طيب هنحط قليل من الزبد هكذا يعني ايه كده مثلا، اوكي، ونحط عليهم شوية ثوم مافري، شوية ثوم مافري يعني مثلا ايه معلقة صغيرة او اقل. اوكي 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 يلا نعمل كده. انا عايز الثوم ياخد يطلع ريحته كده وبتاع واشمها واحس ان الثوم بقى ايه طلع اللي عنده. اوكي، نحط شويه الفراخ دي ونلفها لفه مع الحدوته الحلوه دي. اوكي هكذا. يبقى انا الفراخ دي حتى لو مسلوقه ومحمره يبقى انا كده لما خليتها وحطيتها مع شويه زبده وتوم غيرت ايه الشكل، غيرت الطعم. اوكي، عشان ما نحسش ان احنا ايه بناكل في نفس الحاجه. ماشي حلو. اوكي، وهعمل ايه بقى؟ هحط معاها عودين زعتر فريش زي ما هم كده علشان ايه اشيلهم تاني بعدين. اخد بس ايه الطعم بتاعهم كده والريحه بتاعتهم اللطيفه دي بتاعت الزعتر وبعدين اشيلها. نعمل كده. اوكي كفايه. تمام، وبعدين هننزل عليهم بصوص طماطم، تخديعة الطماطم، عارفين طبعا تخديعة الطماطم العادية دي بتاعتنا دي، اوكي، دمعة يعني. اوكي، نعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ونشوف الدنيا عاملة ازاي، وريني كده يا استاذ. كده جميل قوي. يلا ناخد بقى شويه زيتون كلمات لطيف كده، نخلي من البذر طبعا. اوكي، وعلمهم هو زي ما هو كده لطيف، نحطه زي ما هو كده يعني ايه مثلا 3 معالق كده ولا حاجه، زودوش قوي من الزيتون عشان ما يضغاش على الطعم التاني. حلو كده، ونحط شويه مكرونه مسلوقه. انا بفضل في الحدوته دي القلم او يعني ممكن السباكيتي تبقى لطيفه بقى. اوكي، يلا نحط بقى شويه مكرونه، شويه معكرونه. بسم الله. الدنتي بقى معايا انا بقى ايه شيدر ومعايا رومي. اوكي، هخلط الاتنين مع بعض لحاجه ايه
في نفس يعقوب. تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. شدر شوية. معلقتين كده. والباقي رومي. الرومي طبعا هتديني طعم أشد. بس ما بتدينيش عرق. اوكي. نخلط الاثنين مع بعض كده. ونحط الحدوته الحلوه دي كده هنا. والله وريني. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين نحط بقى الحدوته الحلوه دي. هندخل الكلام ده تحت الفرن نونه. تحت الشوايه. نونه نونه نونه. اوكي. ما شاء الله لا قوة الا بالله. وما توفيقي الا بالله. ما شاء الله.